بسم الله والحمد لله. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. اليهود اجتمعوا وشهدوا في النصارى اللي ما عندهم حتى إيمان له أس وضعه الله ورضي به. طيب، إذا اليهود اليوم يتميزوا على حسب قولهم على النصارى اللي بغضوهم وعداهم. أيضا اليهود بغضوا النصارى والأخرين بالمثل، وروم أفحش المظالم. اليهود من حك راسك كل اللي تحب، يعني ما عندهمش صلة بالحقيقة اللي ارتضاها ربي في ميدان الأديان، الأديان السماوية. لذلك لم يبق من الأديان السماوية إلا السماوية إلا الإسلام. الآخرين اللي يدعون أنهم دي مونوتيست، أنا موحدون، كاذبون 100%. نعود إن شاء الله.